الله، الله هو أجل اسم، وهو سبحانه أجمل مسمى لهذا الاسم. هو أحسن من يعاملك، ولن تجد أحدا أحن ولا ألطف ولا أفضل من الله تعالى إذا تعامل معك. والغريب أننا لا نشعر بذلك، مع أنه سبحانه في كل يوم يعاملنا بأنواع كثيرة من التعامل الحسن. مرة يسترنا، مرة يفرحنا، مرة يرحمنا، مرة يعطينا، مرة يسقينا، ولا ينتظر منا جزاء ولا مقابلا، لأننا أصلا لن نستطيع أن ننفعه بشيء. ما هو الشيء الذي نملكه ولا يملكه هو؟ لا يوجد. إذن لماذا يفعل الله لنا كل هذا؟ لأنه الودود سبحانه،